الفرق. اللعب في وسط الميدان تجاه احمد حديد. احمد حديد مع كرة بينية بالفعل الحوسني لوجود التسلل. هدف اول، هدف اول عماني، هدف جميل للقناص مرعب الحراس علمان الحوسني، يصوب بشكل رائع ارضية يمينية على يمين الحارس شوارزر، يسجل اول اهداف اللقاء بغفلة من الدفاع الاسترالي، يستغلها في البينية المتقنة في عمق دفاع المنتخب الاسترالي ويتفوق على الحارس شوارزر بلمسة واحدة فنية معتادة لعباد الحوسني. القناص الرائع امامنا على الصورة وفرحة وكالمعتاد على طريقة عباد الحوسني يحتفل بهدفه الاول ويحتفل مع زملائه باول اهداف المنتخب العماني في هذه التصفيات في هذا اللقاء في هذه المجموعة الرابعة. هدف رائع شاهد لعهد من جديد، احمد حديد يهيئ بينية مثالية باتجاه الحوسني، لمسة وتسديدة في غاية الروعة في الزاوية اليمنى الارضية لشباك الحارس مارك شوارزر، اول اهداف الاحمر العماني في هذا اللقاء.